شو هي المواد الأساسية لشعر صحي؟ أولاً البروتين، لأنه الشعر معمول من البروتين اللي هو الكيراتين، فنحن لازم نأمن البروتين بأكلنا تيضلوا شعرنا قوي. تاني شغلة الحديد، فالأشخاص اللي عندهم أنيميا أو فقر دم بكون عندهم شعر بيتكسر وبهر. نأمن الحديد من خلال اللحوم، الدجاج، السمك، وفي حال نحن فيجيتيريان نأمنه من الخضار الداكنة اللون مثل السبانيا. ثالثاً البيوتين اللي هي كتير مهمة وأساسية للشعر ونلاقيها بالسبلمنتس اللي بيساعدونا لتقوية الشعر. منلاقي البيوتين بالقصبة وبصفار البيت. الفيتامين A كتير مهم كمان لشعر مغذي، والأوميغا 3 تحت شعرنا يلمع. نأمن الأوميغا 3 من الأسماك مثل السالمون أو الماكرو أو السردين.